صباح الخير، كيفكن أصدقائي؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير صحة يا رب. شاتلكن كتير هيك ومايات ورجعتلكن بفيديو جديد. أصدقائي، اليوم عيد ميلاد بنت أختي ولازم نزين لها بيت. حضرت لك كمان قالب جاتو، رح أحطلكن رابط فيديو قالب جاتو تحت صندوق الوصف. كملوا هذا فيديو للأخير وبعدين روحوا شوفوا فيديو قالب جاتو كيف حضرتله وزينتله. اوكي اصدقائي، وحبيت اصور فلوق فيديو اليوم واشاركه معكن. بس قبل ما نبلش فيديو اليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناه، تحطوا لايك للفيديو وفعلوا زر الجرس. وهلا تأفرجيكن الزينه اللي اشتريتها من موقع امازون. نفخنا البالونات وبالونات صاروا جاهزين، بس هلا لازم نعلقن كلياتن مع بعض. راح ازين هذا الحائط يا جماعه اصدقائي، وهيك صار بالونات كلها جاهزين. وهلا تنلزقن كلياتن مع بعض. وهلا تعلق كل بالونات بهاي الشريط. اشوفوا هاي فتحة تبعها، كل بالون بهاي فتحة يا جماعة. اصدقائي شوفوا الوان بالونات يجنن، رح يكون ديكور عيد ميلاد موضوع انهورن يا جماعة. اللي ما بيعرف شو هو انهورن، هذا حصان اللي يكون شعراته والزيل تبعه ملونة. أصدقائي وهيك علقت كل بالونات، بس لسه ما خلصت الزينة. أصدقائي شوفوا ما أحلاها، نفخنا هاي بالون، في موديل تاني كمان تأفرجيكن عن هورن وكمان الغيم. وهلا تألصق هدول كلياتن كمان مع البالونات. ألصق هدول كلياتن مع بعض عبارة هابي بيرثدي، وتكون موديلها هيك. أصدقائي وأخيرا خلصت تجهيز الطاولة، بتمنى تحطوا لي بالتعليقات شو رأيكن. هاي كان فكرة فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكن يا رب، استمتعتوا معي. وبتمنى انه عجبكن تزينة الطاولة ديكور تبع عيد ميلاد. حطوا لي رايكن بالتعليقات، واشوفكن بخير وسلامة بفيديو جديد. باي.